أسبوع مليء بالأحداث والأخبار. شنو سبب شتم المخرج هشام حجي لمدير المركز السينمائي المغربي صارم فاسر فهري؟ دنيا بطمة ورقية مغا اتهامات وشتائم في العلن. كتظن بأنني أنا صاحبة الحساب. وبعد تأكيد خبر حملها، كيف ردت لطيفة رأفت على منتقديها؟ الجمهور لصوفيا المريخ، كون غير مرضاتيش. موبي ديك وكلاشات بالجملة للبيك في كليب الجديد. سامارش. بعدما رفضت شيرين الأغنية، سعد المجرد يصدرها بشكل منفرد. تفاصيل حصرية حول طلاق وائل كفوري وما طبيعة مرض هيفا وهبي. هذه الأخبار وأخبار أخرى موعدنا يوم السبت على تيلي ماغور.